قال لك انهم عجز؟ العجز انه لا يملك بضع مسيرات طرطيرات بمحركات بدائيه لن تشكل امام 2000 صاروخ، 1800 صاروخ اطلقه الايراني في هذه المره الاخيره، وقبلها بالمئات لم تقتل لسوء الحظ سوى عربيين، دكتور مره بالرفح بصحراء النقب، دكتور أرجوك وهذه المره هذا وين لاقي المنطق دكتور؟ انت ما متابع، ما عندك تلفزيون، ما جاي تشوف اخبار، تصريح من تشوف الصرخات الاسرائيليه، تصريح من عنده، وين جاي تسولف انت؟ انا تصريح من عنده قال ما نريد ان نورد الاسلحه الى اسرائيل، استفزت نتنياهو، جهات محايده تتحدث بها ووزارات دفاع ليس عيبا وتقارير دوليه. تابع يا دكتور، تابع الاخبار جيدا. ارجوك هذا الخطاب يا شيخ اسمح لي، هذا الخطاب خطاب منفصل عن الواقع، لا يدرك معطيات واقعنا الراهن والتحديات التي يواجهها الشعب العراقي، وهذه التحديات انتم اولى بها. لكن إذا بدنا نرجع نتحدث، طيب أنتم نحن عرب أوكي، ونحن أحفاد عدنان وقحطان، لماذا تطلقون تصريحات من قبيل نحن ننتظر أوامر ولي الفقيه غير العربي؟ ما هذا سؤال؟ لماذا مرجعيتكم غير عربية بل في بنيتها الثقافية تعادي العروبة والوجود العربي؟ نحن خلي لن تصنع سياسة. طول دكتور سيربست، أرجوك خلي الشيخ كاظم يرد على كلامك. أنتم بتقاطعوني كثير، ما تخمل. لا أرجوك بدون مقاطعة، أرجوك